السبب ما عرفناش اخويا السبب. خدمنا فيها اللوحه هذه، خدمنا فيها البارح كامل وبالليل قدينا، باقي لينا فيها شويه، باقي لينا فيها نكتبوا الرساله وندوز ليها الكولا. حتى كنتصدموا بواحد الخبر باللي جانا خصك تمنع هذه اللوحه هذه. قالوا لك لا خصك الترخيص، قالوا لك خصك الترخيص. كنقولوا لهم اودي بلي تسناو شويه ندويو مع شي واحد فهمتي، ما لا على وعسى يخليوها لينا. قالوا لك لا خصها تمسح. يعني بسبب الترخيص قالوا لكم؟ اه بسبب الترخيص قالوا لك تمسح. يعني ما يقدروش يخليوها حتى توجدوا؟ لا والو ما خلوناش. الاحساس ديالك انت قبل الوحده فاش درتي عليها؟ الاحساس ديالي والله الا ما فهمتش، والله الا ما فيا باقي لي دوي، ما فيا تصدمت كاع اخويا. رساله للمسؤولين ما بقاش يديروا كي بحال هكا وبقاو تعاونوا مع الفنانين، حيت الفنان راه كيوصل واحد الرساله. دوزنا عليها الليل كاملو، الليل كاملو وحنا خدامين فيها، قلنا نخليوها حتى اليوم في الصباح باش نكملوها. السلام عليكم، معكم هشام ويدار من الساكنه ديال التشيره بحي تيكمو فيلا بالخصوص. المهم مشينا هذا الصباح للخدمه، خلينا الجداريه ديال الطفل عدنان اللي اغتصبوا داك السيد وقتلو. حنا المهم شفنا ديك الجداريه اللي رسمها ابن الحي وفرحنا بها، وقلنا زعما هذا الشيء وصل الميساج. بينا نوصلوا الميساج بهذا الشيء اللي كيوقع ديال الاغتصاب ديال الدراري والقاتل، بينا نوصلوا الميساج زعما بلي ابناء حي تيكمو فيلا وابناء الشارع عامه ما عجبهمش هذا المشكل اللي وقع، هذا ما عجبهمش نهائيا. ودابا ملي جيت كتصدمت ملي بان لي الرسم هكا، سولت الدراري قلت لهم اش وقع، قال لي كاودي السلطات تدخلوا، هما اللي قالوا لهم حيدوا هذا الشيء. ما عرفناش هذا الشيء واش كيضر السلطات بشي حاجه ولا شنو. حنا كنشوفوا هذا الشيء بلي واحد من الابناء ديالنا الا سكتنا على عدنان يقدر يجي واحد النهار الابنة ديالي ولا الابنة ديال شي واحد ولا الابن ديال شي واحد اخر يوقع عليه هذا الشيء. الا كاع سكتنا وما كنوصلوش بحال هاد الميساجات، يعني اي حاجه توقع ثاني وخصنا نسكتوا. حنا كابناء الشارع معروفين، كانوا الى بينا نوصلوا شي حاجه كنوصلوها يا اما في الملاعب بالميساجات يا اما بالرسومات اللي كيرسمها هادي بن حيتي بن فلا كريم النجار. كنوصلوا لي ميساجات، ها هو واحد الجداريه كتبان لي دابا مورايا باللي الجمهور ديال الشارع باغي الفرقه ديالهم تطلع حتى هي البروميان سيري. يعني اي حاجه بغيناها كنوصلوها بلي ميساج. قلنا يقدر هذا الميساج غنبينوا باللي الناس ديال المغرب باللي الناس ديال التشيره اكادير ما ضد ديال هذا الشيء نهائيا الاغتصاب، خلي كاع القاتل. ولكن السلطات ما عرفتش علاش يجيو، انا كتبان لي مساله عاديه. بالعكس قلت انا والسلطات يقدر تعطي الدعم وتشجع بحال هذا الشيء، بحال هذا الشيء بالعكس السلطه خص تعطي عليه دعم وتعاون الشباب يوصلوا دي ميساج. وإلا جيتي درتي دابا لهذا الشعب مسحتي لي هذا الشيء، يعني تخلعوا تقول اي حاجه يرسمها خصها رخصه. هذا الشيء انا كيبان لي ما خاصه لا رخصه لا والو، عادي ارسم بنادم شي حاجه، ما ارسم شي حاجه كلشي محترمه عادي. دري توفى رسم لي جناح باللي ملك السيد كنفهموا في ديك التصويره داير ليه الريش باللي غادي للجنه. هذا الشيء اللي كنفهموا دري ملك توفى على يد ذاك المجرم. وحنا من هذا المنبر ديال شوف تي في كنطالبوا بالاعدام ديال ذاك السيد اللي دار ذاك الشيء. الا قعد تمسح هذا كانوا الصح حنا بالهضره، ذاك السيد كنطالبوا بالاعدام ديالو، واي واحد جرأ يدير بحال هكا كما دار ذاك السيد كنطالبوا بالاعدام ديالو، لا اغتصاب يا قاتل. غير الا تجرأتي ونفرتي بشي دري ماشي من عائلتك وجريتي لشي بلاصه ولا كنطالبوا بالاعدام ديالو. والا الا تمسحات بحال هادي ما عرفتش، الله اعلم واش الصولو، الله اعلم اودي. الا قلنا شي حاجه غنخافو نكذبو. انا كيبان لي هادي تشوف السلطات وترجع وتعاود ترسم ثاني ذاك الرسم. دول فلاون كاين زيان الساكنه ديك مولا، كان الساكنه ديك مولا تستقر ما يوقع انا الجداريه اللي رسمنا الفنان كريم النجار زيك صباح هذا اللي ممكن انه تكمل لوحه يبغى ما يسكر الرتوشه. نتفاجئ بانه تحضرت غير السلطات من عاس الغايه بمجرد انه تشكد الصحافه باش تصور الجداريات، تشكد السلطات من عدن وجدت انه درس ترخيص هذا، مع العلم انه ديما ترسم من غير الجداريات غير نيت كاتين كيسار الجداريات يسنا تسكرات نرسم غير الجداريات حتى غردي نغي وري لما سنين لا ترخيص لا والو. نتفاجئ ندينا بشده غير شده الافعال زود الافعال دور الساح علاش السلطه اللي حتمنعها اللي حتمنع اللوحه هاد اللي اللوحه كاتب في كاين الميساج باهره من فلاس الدريتي تكا مرتقن ما نقولها راه ديري انت اخر لمسات اللوحه هاد اللي ممكن غصاد جلسك نيح. ايميل تفاجئ ساكنه الحي
الافعال هذا. معكم مصطفى دردار فعيل جمعاوي ومن ساكنه حي مفلا. يعني هذه يومين والسي كريم انجار خدام في هذه الجداريه ديال الطفل عدنان. واليوم كان من المعتزم اننا تكون الفينيسيون ديال هذه الجداريه يعني التتمه ديالها. فإذا بنا نتفاجأ أن السلطات المحلية كتمنعهم وكتقول لهم يحيدوا الجدارية بدعوى أنهم ما عندهمش الرخصة أنهم يديروا هذه الجدارية، رغم أنه الجدارية ديال هذا الطفل هذا ديال الطفل عندنا اللي تقتل وتغتصب في مدينة طنجة، لكن إلى مشينا نديروا البحث نلقاهم جميع المدن المغربية. لهذا إحنا كساكنة وكفاعلين جمعويين كندوب هذا التصرف اللي قامت به السلطات المحلية.